كنت ساكن بتل أبيب من 28 وعزابي من بوكاش مش من البنات. ليش بالعام البوليس؟ ضيفنا اليوم ضيف مميز محمد نعمي، فنان ستاند اب كوميدي من دير الاسد، عايش بحيفا. اسا بنسمع التفاصيل كلها. بيستعد لتقديم عرض ستاند اب كوميدي ارتجالي ب 13 ايلول. مرحب فيك محمد. مرحبا محمد، لنهارك ويسعد هالصباح لك ولجميع المستمعين. اهلا وسهلا. ستاند اب ارتجالي، احكي لنا عن الفكره هاي. اول مره بتقدمها؟ صحيح. اولا قبل ما احكي عن الفكره بحب اتشكرك. شكرا لك لحضورك، قلت لك اياها في البدايه، من اوائل الناس اللي اعطتني من 13 سنه مسرح ومنصه اللي اجي واعرف عن نفسي كان انت وبعدك انت. تسلم. والحمد لله. بعد 13 14 سنه بالوسط اليهودي من عملان ستاند اب كوميدي اغلب ارتجالي في العبري، بالسنه سنتين الاخرانيات حتى بلشت اشوف في تل ابيب، عندي في المسرح في تل أبيب في الكوميدي بار جمهور عربي، عربي أكثر من اللازم يعني. ليش أنت مش أكثر من اللازم؟ منيح منيح. زي ما قالوا لي أصحاب اليهود، يوم عارفين ما جايين يترمي دايلبو. قلت له إن بلش الإشي، بلشت شبابنا وصبيانا عن جد تفوت على موجة ستاند أب، أو موجة إنه يروحوا يحضروا ستاند أب. شو بميزك أنت؟ في كتير فنانين ستاند أب عنا بالمجتمع العربي، شو بميزك أنت؟ صحيح. اللي بميزني وبقدر يعني الخط اللي أنا ماخده، أنا ماخذ شوي خط اللي حتى بالعبري وحتى بالعربي بيقولوا عنه صعب، انه خط السياسي وهو مش خط شوي مش كوميدي حتى. انك تطلع كوميديا من قلب السياسي اللي موجود اليوم بين دولة اسرائيل عربا ويهودا، حتى عربا وعربا يعني مش بس العرب واليهود. بمشي على خط جدا دقيق ما بين الكوميديا الارتجالية الى قلة الاحترام. وهون التميز. انا يعني ما بحكي على الاب الام، ما بحكي عن الريليشن شيبس بين الشباب والصبايا، بحكي الاوضاع اللي احنا موجودين فيها اللي عايشينها يوم يوم، حالات القتل اللي عم بتصير كل نص ساعه للاسف، حالات الخاوه، الاعراس، التسكير، كل اللي عم بيصير حوالينا، كل الضجه السلبيه. واللي انت سنوات طويله قدمته بنجاح كمان ستاند اب كوميدي بالعبري، شو اللي خلاك هالفتره انه تقدم بالعربي او التوجه للجمهور العربي؟ واحد، لأنه انعدام ثقافة فيك تقول تقريبا عندنا احنا. برجع بقول آخر سنة أو آخر سنتين أو خلينا نقول آخر خمس سنين بعد ما طلعت السوشيال ميديا وصارت الناس منفتحة أكثر، حتى الجيل الجاي أو الجيل الجديد شوي عنده الانفتاح أكثر من ناحية قابلية للستاند اب كوميدي. حتى الكوميديا السوداء يعني، أنا زمان قبل 10 سنين كان صعب أحكي اللي بحكي اليوم عن المسرح في العربي. كان زي ايش؟ زي ايش مواضيع؟ زي ايش؟ عن الاديان، عن المسيحيه، عن الاسلام، عن الدروز. شو بتحكي؟ احكي لنا. بانه زي الحلاقين يعني، بقول لك الاديان كل دين نقوا يوم بالجمعه يقعدوا فيه. يعني الاسلام بيشبه الدين بالحلاقين. لا الحلاقين ما اني صارت ديانه. ليش؟ الاسلام عندها يوم الجمعه يوم اوف، اليهود يوم السبت، المسيحيه اليوم يوم الاحد، بكره الحلاقين يوم اثنين قاعدين. صارت ديانة. شو المواضيع اللي راح تحكي فيها بالعرض؟ وكمان انتبهت انه ارتجالي. ارتجالي يعني بدك تنزل على الناس، على الكل. فيها خوف هاي؟ تخاف الناس تنزل عليك كمان؟ انا خاف الناس تنزل علي؟ لا اخاف من شغلي بالضبط. طبعا انا اذا بلاقيش حدا اتنمر علي بتنمر حالي. انا اذا فيش حدا الصبحيات امسك عليه راس، بوقف قبل المرايه بمسك راس حالي. ليش؟ لانه اولا الكوميديا بتيجي لتنطيك، لما انت بتتقبل حالك وبتعرف تحكي عن حالك بتعرف تغير. انا جاي عشان اغير. الكوميديا اللي هي الانتقاد او اني انزل على الجمهور او اني انتقد شغله معينه في مجتمعنا، هي عشان تضحكك توجعك وتغير. هذا اللي بدي اياه انا، هاي رسالتي. مش بس اطلع على المسرح ويلا بنحكي كم من نكته بنضحك. الكوميديا هويني انه نعملها. لسه بكتب لك مسرحيه بقول لك بالضبط وانت بدي يضحك الجمهور. مش مشكله هاي. الكوميديا الارتجاليه هون عارف الشعارات مكتوب، هون عندك ساعتين بس تحضر حالك. اكيد بحضر حالي من ناحيه مواضيع بنسميها هيك يعني. بس مثلا باسماء، مثلا واحد اسمه امير، بتحضر مثلا اذا في بتعلق مين امير؟ ما في امير بينفع تنزل عليه وتقول له انت مش ابن ملك عشان اسميك امير؟ في امير مجبور تقول له انت ابن ملك عشان اذا ما نزلتش بتعلق بالامير عشان اذا ما نزلتش. او اللي اسمها البنت اللي اسمها اسماء يعني ما فيش اسم معين يعني ابوها كان على قد مفلس شو بدنا نسمي البنت؟ اسماء، اي شيء بنادي عليها باي اسم تيجي. اسوار، اسوان، ابا حلو اسوان، شو رايك باسوان؟ بجنن طوال بتجنن. هي الحرام انك يائس. اسوان قد ايه عمرك؟ لا الحقيقه لانك فكرتي عم تكذبي. اسوان يا اسوان، الشاب يائس. اسوان حدك الاسم وديان.
مش وادي واحد اوكي ترى هاي انت بدك مسارات مشي نبه مشكله. واللي في ناس تزعل منك او طبعا. بتحس انت قبل ما تنزل عليه شوف او قبل ما تنكت بتحس يكون عندك احساس لا طبعا اذا انزل عليه ولا دسه بالضبط. هي قلت لحالك عمرك اطول من عمري اليوم وانت بتطلع على الجمهور بتعرف احكي مع شادي ولا احكي مع اللي حده كيف وجوه الناس بالضبط من نظرتك لإلي بكون عارف هذا بني ادم بنفع انزل عليه اسا وقت مره بالمشكله هاي في ناس قامت من العروض عادي آه. يعني لانه وصل للعنف لا عند اليهود وصل للعنف عند العرب بعده عند طب منيح مع انه بقول احنا شعب عنيف ولكن احنا مش شعب عنيف احنا عن جد مش شعب لازم عنيف. واحد يجي ويهيئ حاله انه هو جاي يضحك وحتى اذا ضحكوا عليه مش مشكله بالضبط يعني اذا انت جاي على مكتوب عرض ستاند اب كوميدي مكتوب يعني وين جاي انت على اجر ما هو انا جاي عشان نضحك الجمهور الجديد او جيل العشرين بلش يفهموا اسا انه هاي مش مسخره انا مش عم بسخر منك عشان لا سمح الله اقلل من قيمته وهذا اكيد لا وانا متاكد فيش ستاند اب كوميدي تنتبه انت على الموضوع هذا وبحطه وحتى بحكيها بالبدايه بطريقه جديه عشان تنفهم لان انا متاكد فيش ستاند اب كوميدي عربيا محليا عالميا وظيفته لا سمح الله يهين الجمهور صح بس انت خلينا نكون براس هالبني ادم اللي جاي مع اصحابه وانت بتستلمه حدا قال له يجي مع اصحابه بعدين حدا قال له راسه يكون زي المربع غير في ناس مجبور تنزل عليها تطلع عليه هيك وفي بني ادمين اللي بتقول اوكي هات هات نحط اللي حده خلينا بعد عنه هات نحكي مع هذا هاي مش اول عرض تعمله بالعربي بس بتذكر وقتها لغوا لك عرض بخشبي صح لغوا لي مش بس بخشبي على فكره ولغوا لي عند اليهود قبل بشهر خمسة الاخرانيه في حيفا عربي بدك تضحك طلبوا مني العرض هون في حيفا يعني في المحل سمح لك القصه اكثر بشهر أربعة محل في حيفا محل معين ليهود موجود بالكريوت اتصلوا في المكتب عندنا في تل أبيب بدنا عرض لمحمد نعمة عندهم كل أسبوع بيعملوا عروض طلبوا عرضي تمام يعني انطناهن تاريخ انطناهن كل الأمور خلصنا كل شيء ونزلنا البرسوم يعني الدعاية يعني محمد نعمة جاي على هذا المحل بالضبط بعد بثلاث أيام صاحبة المحل اللي هي اتصلت لعنا عشان تطلب المفاعة طلبت تلغي ليش؟ حكى لها مدير انه ليه يعني هل هو فيش مخيره بتقول له بالعكس فيش مبيعات فيش مبيعات بتقول له بالعكس من ساعد ما حطينا محمد نعمة هنا اغلب المبيعات للعرب وهون طلعت اول فكره طلعت انه اوكي هات يعني في قريب 30 عربي اللي حزهم بدهاش زباين العرب بالضبط هون الاشي عصبني انا بس بنفس الوقت حبيت ليه قلت اوكي كان يعني واضح انه في جمهور عربي بلش يعني يجي. يتابع ويجي ويروح ويروح على مسارح هذا الشيء حبيته انا اللي ما حبيته وهي الغاء. حكت لي اياها هي حكت لي اياها ما هسه في بيناتنا محاكم هاي الشغله توجهت المحكمه طبعا هذا اكبر قرار عنصري تقول لي انا بدي الغي العرض ليه المحل فوت عرب وانت ما انا بالضبط بقول لك انا محمد انا انت اتصلتي عشان تطلب محمد صح. مين صح يعني انا مش غبي بس انا كيف فكرتك اوروبي بالضبط يعني اسمي يعني اسمي ما عارف شو يعني صح. مش واضح من غبها. الاسم شو الغب اللي انت فيه كيف صحيح. وصلت لدرجة انه تطلب عرض بعد ثلاث ايام تلغيب بدي شفوت عرب يعني انا بصل على العرض اللي عندي وانا بفوتش المفتاح بقول لك اقعد برا السيكيورتي قال لي انا عربي العرض الي لا اقعد برا انت محمد كان وهاي المواد بتاخدها وبتنزل بتحكيها فيها عنها بالستاند اب بالعروض بالضبط صحيح اولا بحكي على العنصرية بحكي عن الكراهية وتقبل رأي الآخر صح يمكن أنا أختلف أنا وياك اليوم بستة آلاف شغلة عادي بس في سبعة آلاف ليش أقول لك سبعة مليون شغلة ممكن نتفق متفقين عليها مش ممكن نتفق متفقين already من طبيعتنا كبني آدمين يعني صح. أنا وإنت اليوم إنسان ماشي أوكي يمكن هو خلق اسمه شادي طيب هاي أول اختلاف يمكن ديانته تختلف عني ثاني اختلاف طب والباقي في عوامل مشتركة كتير ملان طبعا ابن بلدي صديقي ابن شعبي ابن يعني السبع عدل لك 6000 شغلة في بيني وبينك قاسم مشترك فيه بدي أفوت على آخر الوسط العربي لأنه الإشي مش بس لمحمد نعمة أنا مش جاي عشان بس أعمل عروض لإلي وأطلع أنا على المسرح الحالي الحكي هون على أنه نفتح في قلب حيفا أول كوميدي بار عربي زي اللي أنت كنت فيه بتل أفيف اللي بدي أفتح الفرع الثاني ولكن فقط عربي في حيفا فقط من البداية عربي ليش بدك تعطي منصة لناس جديدة لأنه ملان مواهب ملان مواهب ضايعة
ملان ملان شباب وصبايا والله العظيم. في شباب انت مزبوط لما رحت اول مره رحت طباخ بهالمحل صح؟ صح؟ انا فتت كطباخ على ستاند اب. بعدين شو صار؟ قلبت بطلت طباخ ما عجبتنيش المعاش ما عجبنيش طلعت على المسرح لانه معاش المسرح اعلى. اكيد مع الوقت بعلى المطبخ وقف بعدين لا متعلق اذا انت بدك تتطور فعلا صح ولكن المطبخ قد بدك تعمل صحن اللبنه قد بدك تتطور انت وصحن اللبنه صح بدنا نفهمه يا زيت يا بلا زيت خلصنا لانه كمان شفت حاجه عن جد حاجه ماسه لشبابنا وصبايانا عن جد يعني حتى بتوجه من اليوم اي شاب اي صبي شايف عنده الكوميديا وشايف عنده الموهبه اولا يتفضل واحد باب مفتوح للجميع منصة جديدة. حتى لو رايك أو حتى لو نكتك أو حتى لو طريقك في الحياة تختلف وهذا اللي لازم أوصله أنا لأنه في تل أبيب عندنا في الكوميدي بار في تل أبيب نقعد يمكن 30-40 ستاند أبيست ولا واحد متفق مع التاني ولا واحد حتى في ناس عن جد هيك يعني بعد عن بعض واحد شمال واحد يمين على الآخر بس بيشتغلوا مع بعض على نفس المسرح واحد ورا الثاني حلو وبيحكوا آراء هنا على نفس المسرح حتى لو أنه طلعت هاي التعددية حلوة كمان أحلى تعددية هاي صح يعني تخيل إنه بيطلع أثيوبي بيطلع وراه داتي مع كيتو بيطلع وراه محمد على نفس المسرح وهذا بيحكي عن العرب انا بحكي عن اليهود الاثيوبي بيحكي عن العنصر كله فايت ببعضه بس كل واحد جاي بطريقه حلو محمد ما بنشوفك بكتير اعمال بالتمثيل بس حكيت لي في عمل جديد رح يطلع قريبا صورته احكي لنا تفاصيل في عملين الحمد لله اليوم بتطلع بريميرة مقاف مسلسل جديد اسمه مقاف إيه على هوت برضو انا هناك مشارك مشاركه بسيطه يعني ضيف شرف في كم من حلقه ايش بحكي المسلسل برضو عن وحده شرطه حرس الحدود اللي بتتعامل مع عائلات اجرام بالوسط اليهودي والعربي بنسميها انت ايش بتكون انا ما شاء الله علي محامي محامي انا المحامي تبعه حلو حلو انا اللي بتخطخ ما اعرفش ليش دائما بيقولوا لي تعال امسك فرن بعرفش يمكن لانه عندي خبره في الموضوع كعربي ولكن بيعتبروك دايما انه لازم تعمل طوشة انت الاشي الثاني والمسلسل الثاني اللي اخذت فيه الأهم. الاهم دور رئيسي كان مع المخرج سيون روبن اللي عمل بمسلسل تأجاد واللي عمل فوضى الجزء الثاني والثالث والمسلسل اسمه الرئيس الرئيس بالعربي الرئيس الرئيس بالعربي بيحكي عن برضو عائلات او خلينا نسميها خلاف بين عائلات عربية ويهودية في يافا وفي عكا حول الارض في أرض معينة يعني زي بيت معين اللي بيكون مش إجرام هالمرة لا في إجرام للقدام أنا مجرم أنا اللي عم بحكي معك أول مجرم فيهم اللي عم بحكي معك بيملي أيامي في المسلسل المسلسل أكشن كوميدي الشخصية اللي بمثلها دور كبير قلت لي دور جدا كبير يعني في كل حلقة والأحلى من هيك دانتيك سكوب أنا بعمل مش حقيقة تفضل أنا بموتش والله بالموسم يعني الاول انا عايش راح يكون في جزء ثاني في جزء ثاني دائما العرب بيموتوا بهالمسلسلات بالضبط دائما ما بتفوت زي فوضى فتت بوم يا حبيبي خلينا نحكي كلمتين باي موسم شاركت انا بالاول ما فوت الدكتوره الا دور انطخني طب لو حكينا كلمتين حلينا القصه والله العظيم كان ممكن نحلها فنجان قهوه صح بتخني لي صح طيب شكرا محمد نعمي انبسطنا بالحديث معك وتعرفنا على مشاريعك وبالنجاح كمان بعرض حيفا ذكر الناس وانت بدعي الجميع اولا لعرض حيفا 13/9 يوم اربعة مش القادم اللي وراه بالبيت في الكرمل الكرمل التذاكر بينفع عن طريق موقع تذكرتي على السوشيال ميديا برضو في الكامبين راح ينبسطوا الناس بتقول لي يا رب انا اضمن عجب الواحد زهق لازم الواحد يضحك عاد يضحك لانه ليك محل ضحكتك وانت عم تضحك تسلم خلي لي اياها دايما هاي الضحك حبيبي شكرا محمد نعمي انبسطنا بحضورك معنا بلقاء فنانين اهلا وسهلا اللي طلع الواتساب بنت وتقعد ببلاش ايه المتساب انه زي ما تختار على الشباب ايه المتساب زي ما قلت كنت خاطب وانا خلصت خطبتي من تحت راسه ده على الواتساب اللي هي قتلني انا راح اقول لكم اياها وانتم قرروا حبيبي برضه نقطتين اذا كنت نايم بعث لي علمك استني بعد خلصين هذا بدايه الهبل اذا كنت عم تضحك بعث لي ضحكتك اذا كنت عم تبكي بعث لي دمعتك قلت له حبيبتي انا بالشروطين شو بعتلك